وقال شوف ابو عمار رحت على مكتبه وما لقيته. قالوا لي انه الحل ممكن يكون عنده. يا اخي سبحان الله، طول عمرها بتدور على خطر وبتروح له برجليها. عامله زي سوسن اللي كل شويه بتدخلنا في قصه اغرب من القصه اللي قبليها. ناجي، برايك ايش ممكن يصير؟ اذا اكتفوا بترحيلها رح نشكر ربنا الف مره.